عفوا. شو نعست أخي؟ قم نام. تصبحوا على خير. وانت بخير. انتو ما رح تناموا؟ ايه مننام. تصبحوا على خير. وانتي من اهله. مين؟ ما عرفت الرقم. معك مصطفى. شو بدك؟ تعرف طلبي؟ ما عندي ولا كلمة أحكيها معكم. لا تسكر. شو بدك؟ قول لعائلة كمال إنه بنتهم عندي. شو؟ ترجعوا لي ميرنا بتاخدوا البنت. مصطفى خطف جل نار. كيف؟ عم يكذب. وبركي عن جد؟ يا ترى زاهر معه؟ هن دائماً مع بعض. أكيد مصطفى ما رح يقدر يختفى لحاله. اتصلوا اسألوا أهلها. إيه منتصل لنشوفهم إذا صادقين. ميرنا رح جيب رقم تليفونه. تركتها من ساعة وبعدين رحت. طيب وينها؟ أكيد خطفوها. يا مرت عمي بركي عم تتمشى شوي. جولة نار بتحب تتمشى بهالوقت. على القليلك بتقول. مستحيل مستحيل. أكيد جولة نار. وقفي. ألو. مرحبا أنا ميرنا. مين؟ ميرنا عمو كمال. أهلين ميرنا. أنا بدي أحكي مع جولة نار. جولة نار مو هون. مو هون؟ لوين راحت؟ أعطيني لشوف. عمو كمال ما أنا هنيك. أنا يوسف. شوفي مصطفى اتصل من شوي وعم بيقول إنه خطف جولة نار. كيف؟ كمال فهمني لك شو اللي عم بيصير. استني دقيقة. كيف عرفتي مرت عمي؟ لأنه هو اتصل فينا وقال بده ميرنا ليرجع بنتكم. معقول؟